أسبوع 13 كانون الثاني لغاية الجمعة 19 كانون الثاني وبرج الحمل. الحمل صعوبات هلا هالاسبوع، عليه انه يعديها وياخذ الامور برويه، ما يستعجل حتى ما يفوت بالحيط، يشوف الامور قبل ما ياخذ اي قرارات باي ما يعمل اي تصرف متهور. بالنسبه على صعيد العمل، اكيد بالنسبه لمولود الثور، سفر فجائي راح يكون لكثير مواليد الثور على الامارات او على قطر، صاروا فتره ناطرين هذا السفر وناطر، بعدك ناطر على المفرق ناطر، لا راح تركب الطيارة إن شاء الله، إن كانت امرأة أو رجل أو إذا حدا عم ينتقل لهديك البلاد. أما بالنسبة لمولود الجوزاء، فرحة بالبيت بدها تتم عندهم إن شاء الله، مولود أو أحد أولاده بخطوبة أو زواج لإلهم إن شاء الله. أما بالنسبة لمولود السرطان، صحتك منيح مولود السرطان، بس عليك إنك دائما من وقت للتاني تعمل فحوصات، لأنه ما بتعرف كيف على فجأة انت بتعصب كثير، على فجأة تلاقي شيء تقدر مشان تعالجه بسرعة، مش شغلة كبيرة يعني، لأنه هو بخاف كثير على صحته، بس اجمالا هلا صحتك منيحة وفحوصاتك منيحة. إذا حابب هلا تروح تسمع كلمتي وتخاف، فحوصاتك منيحة ما ضروري تعملها هلا، بس من وقت للتاني مطلوب منك بالسنة مرة دائما تعمل فحوصاتك. بالنسبة لمولود الأسد، بعد الميلة بتحصل عليه، صاروا زمان عند مع حدا، هو دين، هو عطاء، هو مساعدة، لكن حيرجع لك البعض منهم خلال هالأسبوع. أما بالنسبة لمولود العذراء، يعني ثمار يعني الثمار الماضي اللي زرعوه راح يحصدوا هالأسبوع إن شاء الله، وميل اللي بيدخل عليه لمولود العذراء بطريقة صدفة، هذا الميل عامل له حساب غير حسبان يعني راح يدخل عليه. بالنسبة لمولود الميزان، مؤتمر بده يحضره، وهالمؤتمر بده يزيع انزاع صيته لمولود الميزان. وانا قلت مولود الميزان مش بحاجة لأي صين، يعني كل النهار بيسألوا لي الميزان شو شو ما ذكرت الميزان، انا بقول الميزان ما بده سنة، من اجمل الابراج هو برج الميزان، لانه عنده الكفين، هو الوحيد اللي عنده الكفين، بيطلع بينزل بيطلع بينزل، بس ما في خسارات، ان خسر بده يرجع يربح. فمؤتمر بيحضروا بينزاع صيته ان شاء الله بالاماكن كتيره هيدي السنه ان شاء الله، ممكن يكون طبيب على صعيد الطب، على صعيد التجاره، على صعيد الاداره، على صعيد المؤتمرات اللي بيقوم فيها. اما بالنسبه لمولود العقرب، هديه ثمينه بتحصل له، بتوصل له هالاسبوع، ممكن ساعه ممكن اسواره، ممكن عقد ممكن طالبه، هو ممكن يكون فجائيه يعني، او طالبه من حدا يعني مش شريك حياته، من او عينه مش عينه فيها، انه حاببها لهيدي الهديه بثمينه راح توصل له خلال هالاسبوع. بالنسبه لمولود القوس، ما في خوف عليه ابدا، لكن من الحسد من العين، لانه دائما بحصن حاله، دائما ياكل تمر على الريق، لو حبه وحده ما في عليه اي خوف، لانه الاضواء كلها مسلطه عليه. بالنسبة لمولود الجدي، بيملك بيت خلال هالاسبوع، لانه عم بفتش على بيت، وان شاء الله بتملكه، لان انت ترابي رح يجيك شيء ترابي ان شاء الله. بالنسبة لمولود الدلو، ميراث بيحصل عليه، وهالميراث فيه مشاكل عليه، رح يكون يعني بعد ما يستلموا هالميراث رح توقع المشاكل، هو في مشاكل خلصوها، بس كل واحد ياخد ميراثه، كمان رح يعلقوا مع بعضهم، هنشوف هيدي الشغلة عندهم، هن ساعتها يخبرونا مع مين يعلق مع مين، مين رح يكون الكسبان، كلكم رح تكونوا كسبانين، كل واحد اخذ ميراثه، فبلا هالمشكل، لانه ما له معنى ابدا. الاهم المصاري صارت بالجايبه. اما بالنسبه لمولود الحوت، ورقه بيمضي عليها، وهالورقه بترجع املاكه كلها من بعد ما حدا سلبها منه، لا صدفه بتيجي هالورقه وبيمضيها، ومدي كانه ملك، اكيد ملك الدنيا، بس لان اللي بيملك حقه بيملك الدنيا كلها، وصاحب الحق سلطان، فانت حتكون سلطان خلال هالاسبوع.